بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله اوقاتكم معكم المعلمه اريج حسن من مدرسه زهره الاشرفيه الخاصه، اهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع. موضوع اليوم في ماده اللغه العربيه هو اخر موضوع في الوحده الاولى محفوظات مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. اهدافنا قراءه الابيات قراءه صحيحه، التعريف بالشاعره، استخراج الفكرة العامة وشرح الأبيات شرحا أدبيا. سأبدأ الآن بقراءة الأبيات، استمع جيدا وحاول أن تردد معي. مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. هزت الذكرى قلوب المسلمين، يوم ميلادك فخر المرسلين. دينك السمح على الحب أتى، يمسح الآلام عن قلب حزين. انصف المسكين من اهل الغنى وتولى بالثواب الصابرين باليتامى امر الرفق بهم وحرام مالهم للطامعين ورث البنت واعطى حقها مثلما اعطى حقوقا للبنين يا رسول الله يا نور الهدى يا ملاذ الانقياء المخلصين يا شفيعا ياذن الله له يوم لا ينفع مال او بنون مولد الهادي له في خاطري أروع الذكرى وفي الذكرى حنين. قائلة هذه الأبيات رابع هي الشاعرة روحية القليني. الشاعرة روحية القليني شاعرة مصرية ولدت في القاهرة عام 1915. الفكرة العامة للأبيات هي الإحتفاء أو الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذكر بعض من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى شرح الأبيات. البيت الأول: هزت الذكرى قلوب المسلمين يوم ميلادك فخر المرسلين. تقول الشاعرة بأن قلوب المسلمين قد فرحت ورقصت فرحا بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الثاني عشر من ربيع الاول من عام الفيل وتقول بأن الرسول محمد هو فخر المرسلين، فخر المرسلين اي أفضل الرسل وخيرهم. دينك السمح على الحب اتى هذا الدين الذي جاء به محمد وهو الدين الاسلامي هو دين لين يسير يدعو الى التسامح والحب ويمسح الالام عن قلب حزين يزيل الالام والهموم عن القلوب الحزينه انصف المسكين من اهل الغنى ايضا هذا الدين عدل انصف عدل بين المساكين واهل الغنى اي الاغنياء. كيف عدل الاسلام بين الفقراء والمساكين وبين الاغنياء؟ عندما اعطى الفقراء حقهم من اموال الاغنياء بالزكاه وبالصدقات. اذا عندما اعطى الفقراء حقهم من اموال الاغنياء بالزكاه وبالصدقات وتولى بالثواب الصابرين اي وعد الصابرين من الفقراء والمساكين بالثواب وبالأجر. باليتامى أمر الرفق بهم. هذا الدين الإسلامي أيضا أمر الرفق باليتامى، العطف على اليتامى، معاملة اليتامى معاملة حسنا، اليتيم رابع هو من فقد أباه. أيضا حرام مالهم للطامعين. حرم الإسلام أخذ أموال اليتامى وحرم الإسلام الاعتداء على أموال اليتامى بغير حق. ورث البنت وأعطى حقها. مثل ما اعطى حقوقا للبنين البنين الاولاد الذكور عدل الاسلام بين البنات وبين الاولاد فكما ورث الاولاد ورث البنت الميراث الرابع هو انتقال الاموال بعد وفاه الاب الى الابناء فكما كان تنتقل الاموال الى الاولاد فقط عندما جاء الاسلام اعطى البنات ايضا حقهن في الميراث يا رسول الله يا نور الهدى، تصف الشاعر الرسول بانه النور لطريقنا، لماذا؟ لانه ارشدنا الى الطريق الصحيح والى الصواب. ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام ملاذ الانقياء المخلصين، ملجا للمسلمين، ملجا للطاهرين، ملجا للمؤمنين. يا شفيعا ياذن الله له الرسول نور طريقنا الرسول ملجا للمؤمنين الرسول شفيعا لنا يوم القيامه يوم لا ينفع مال او بنون ما هو هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال او بنون احسنتم هو يوم القيامه يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ليشفع لأمته، يوم لا يسمح لأحد أن يشفع لأحد آخر، حتى الرسل لا تشفع لأقوامها، باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لأمته. مولد الهادي له في خاطر في خاطر وفي نفس وفي قلب الشاعرة، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام له ذكرى وما اجملها من ذكرى اذا هي اجمل ذكرى من ذكرياتها التي لا تنسى المطلوب من كرابع حفظ اسم الشاعره بالاضافه الى حفظ اول ثلاث ابيات غيبا يامس مس وحفظ الفكره العامه اذا اول ثلاث ابيات غيبا اسم الشاعره والفكره العامه فقط